حدثنا علي بن حجر أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن ليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ملك يوم الدين. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه قال: وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي. وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أن النفس بالنفس والعين بالعين. حدثنا سويد حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: وأبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد، وهذا حديث حسن غريب. قال محمد: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد، وهكذا قرأ أبو عبيد: والعين بالعين، اتباعا لهذا الحديث. حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: هل تستطيع ربك؟ قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وليس إسناده بالقوي، ورشدين بن سعد والإفريقي يضعفان في الحديث. حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا عبد الله بن حفص حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها: إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا، وهو حديث ثابت البناني. وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال: وسمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى: كلا الحديثين عندي واحد، وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا يحيى بن موسى
حدثنا وكيع وحبان بن هلال قالا حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأمية بن خالد ثقة وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا معل بن منصور حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك. فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. حدثنا نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويقرأ غلبت وغلبت يقول كانت غلبت ثم غلبت هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن ميسر النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف فقال من ضعف. حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام
فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: فأشاروا إلي، فقلت: نعم أنا. قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية؟ والليل إذا يغشى. قال: قلت: سمعته يقرأها: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا: حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبو الطفيل، وهو عندي حديث مختصر. إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الحديث بطوله. وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن منصور: سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أو لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، فاستذكروا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القارئ، أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فنظرته حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له: كذبت والله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان بن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب، وهي امرأة أبي أيوب، وسمرة وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث ابن الصمة وعمر بن العاص وأبي بكرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي بن كعب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أصوات بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي، حدثنا أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمر،
وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال إسحاق بن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 ولم يقرأ القرآن، لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في 2 ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في 2 ركعة في الكعبة، والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي، حدثنا علي بن الحسن هو ابن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. حدثنا نصر بن علي، حدثنا الهيثم بن الربيع، حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى: وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه.